النهارده عن ايه؟ عن الجهاز البولي في الانسان، الاخراج عامه في الانسان، نتكلم عن الاخراج في ايه؟ في الانسان. فاول حاجه عندنا هو بيقول لي المواد الاخراجيه، يعني ايه كلمه اخراج ويعني ايه كلمه مواد اخراجيه ويعني هيخرج يروح في ناحيه ايه؟ هنشوف بقى ايه اللي هيخرج وهيخرج منين وهيروح فين. اول حاجه تعريف المواد الاخراجيه. اتفق ما هي المواد الاخراجيه؟ هي المواد التي تنتجها خلايا الجسم. علي صوتك شويه. نتيجه هضم الغذاء. هي المواد اللي بتنتجها خلايا الجسم. الجسم بيطلع بعض المواد بعد ما بياخد الاكل او الغذاء والاكسجين، والغذاء والاكسجين دول بيتحرقوا في قلب الخليه من جوه، يعني بيحصل تفاعل جوه عشان ينتج الطاقه، ونتيجة بقى الاحتراق ده هو بينتج بعض المواد اللي لو تنتها، المواد دي لو تنتها جوه الخلية المواد هتبقى دي مواد ضارة بالخلية، فلازم ان الجسم يتخلص منها. فالمواد الضارة دي بنسميها المواد الاخراجية. مواد الايه؟ الاخراجية. تمام. تشمل المواد الاخراجية. ايه هي بقى؟ هقول لك ما هي ده التعريف وما هي برضو على المواد الاخراجية. نقول ايه هي المواد الاخراجية؟ غاز ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء. طب وده بينتج من ايه؟ او ينتجان من احتراق الغذاء بالاكسجين لتوليد الطاقة اثناء عملية التنفس. ما احنا بنتنفس بناخد اكسجين ونطلع ثاني اكسيد ايه؟ كربون. وقلنا الكلام ده بيتم فين؟ حتة في الرئتين داخل ايه؟ داخل الحويصلات الهوائية اللي بيتم فيها تبادل الايه؟ الغازات. مادة الهيموجلوبين اللي موجودة في قلب الدم تتحمل بالاكسجين وتفضي ثاني اكسيد الكربون تطلعه في هواء الزفير. فثاني اكسيد الكربون ده الجسم بيتخلص منه عشان هو ماده ضاره، فبنقول عليها ماده اخراجيه. نمره 2 الفضلات. الفضلات النيتروجينيه البوليه. اللي هي الايه؟ هي الفضلات النيتروجينيه ديت هي البولينا وحمض الايه؟ وحمض البوليك. البولينا وحمض الايه؟ البوليك. ها البولينا وحمض البوليك. وانتجان من تكسير البروتينات. طب بينتجوا من ايه بقى؟ قال لك بينتجان اهو من تكسير البروتينات. اكتب بقى. يستخدمها الجسم في النمو وتعويض الخلايا. كيف او مما ينتج او ينتج الفضلات او البولينا وحمض البوليك او الفضلات النيتروجينيه. مما تنتج الفضلات النيتروجينيه. ما علينا. ها الاملاح يبقى بتنتج من تكسير البروتينات اللي بيستخدمها الجسم في النمو وتعويض الخلايا التاليه. احنا عارفين ان الـ 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 البروتينات فايدتها انها تساعد الجسم على انه يكبر وينمو، واذا كان في جزء تلف من الجسم او باظ، حته اتحرقت، حته اتقطعت، اتعورت يعني، فتلاقي الجسم بدا ايه؟ يلحم وكون حته ثانيه ايه؟ بدلها، وتلاقي التعويرة خفت وايه؟ وسد الجرح اللي كان موجود اتسد وبقى مكانه ايه؟ نسيج جديد. النسيج ده جه منين؟ من البروتينات اللي انت بتاكلها. في اثناء بقى عمليه النمو باستخدام البروتينات ديت، واثناء تكسيق، واثناء بناء الجسم بالبروتينات وتعويض الاجزاء التالفه بالبروتينات، بيحصل للبروتينات هنا عمليه ايه؟ اللي انت بتاكلها بيحصل لها عمليه تكسير عشان الجسم يقدر يستغل البروتينات ديت في عمليه البناء والايه؟ واصلاح الحاجات التالفه. نتيجه التكسير ده هو بتنتج بقى الفضلات الايه؟ النيتروجينيه او البولينا وحمض الايه؟ البولينا. ها؟ الاملاح الزائده عن حاجه الجسم. انت بتاكل املاح، الاملاح يا اما بتاكل ملح عادي او بتاكل املاح موجوده في قلب المايه، المايه نفسها دي فيها املاح. فالاملاح دي بتساعد على ايه؟ الاملاح دي لها فوائد، بس الاملاح الزياده، الاملاح ممكن تكون زايده عن حاجه جسم الايه؟ الانسان. فالجسم مش محتاجها، لو تنتها موجوده جوه الجسم بتصيبه بالامراض، فلازم ان الجسم يتخلص منها. فالجسم يتخلص منها بايه؟ يتخلص منها عن طريق ان هو يديها الاعضاء الاخراج الخاصه بالموضوع ده، زي ما هنشوف كده، زي الجلد وزي الجهاز البول. لاحظ ان استمرار وجود المواد الاخراجيه داخل الجسم. اكتب جنب ديت ماذا يحدث؟ ماذا يحدث اذا استمر وجود الايه؟ المواد الاخراجيه داخل الجسم، ايه اللي يحصل؟ يحدث ضررا ولا بد من التخلص منها. لازم يتخلصوا من المواد ديت بواسطه اعضاء الايه؟ الاخراج، زي ما هنشوف. اعضاء
أعضاء الجهاز إيه هي؟ اكتب ما هي. مما يتكون بقى الجهاز الإخراجي؟ قال لك أهو يتكون الجهاز الإخراجي لجسم الإنسان من الجلد، الجلد، الرئتين، الكليتين. وهنشوف كل واحدة من دي على حدة دلوقتي. الاختلاف ما بين المواد الإخراجية وفضلات البراز، إيه الفرق ما بين الاتنين؟ اكتب كده وقارن بينه، أو ما هي دي وما هي دي. يعني إيه مواد إخراجية ويعني إيه فضلات؟ قال لك أهو المواد الإخراجية هي التي أيوه عند هضم الغذاء بداخلها، الأكل اللي أنت بتاكله بيدخل جوه الجهاز الهضمي، والجهاز الهضمي في قلب منه الخملات اللي هي موجودة في الأمعاء الدقيقة اللي بيتم من خلالها امتصاص الغذاء دهوت، يخش على الدم، الدم ياخده يوديه للخلايا، الخلايا تاخد الغذاء ده مع الاكسجين وتبدا بقى في مرحله الاحتراق او مرحله الهدم عشان تطلع منه المواد اللي هو ايه اللي الجسم عايزها. فاثناء عمليه الهدم دي بقى بينتج الايه؟ بينتج المواد الاخراجيه اللي محتاجين ان احنا نطلعها بره. يبقى اذا المواد الاخراجيه هي المواد اللي اتكونت داخل الخلايا. ليه؟ داخل الخلايا ليه؟ هي اتكونت ليه؟ لان الجسم هدم المواد الغذائيه والاكسجين وكون المواد الايه الاخراجيه دي، فلازم نتخلص منها. يبقى المواد الاخراجيه بتنتج داخل الخليه، ها، وتعتبر مواد اخراجيه. تمام. فضلات البراز اجزاء صلبه من الطعام لم يستطع الجهاز الهضمي هضمها. انت اكلت ومدخت بس ما مدختش قوي، وبلعت زلطت قعدت تزلط، المعدة جت ايه عادت تهري في الاكل اللي انت خدته دهوت، فالهري ده برضو ما ايه ما جاش كويس، فالمعدة نزل الاكل في قلب الامعاء اتشفط منه شوية غذاء، انما بقيت الايه بقيت الاكل ما مكلكع لسه، المعدة ما عرفتش تعمل فيه حاجة. فالفضلات التقيلة اللي الجسم ما عرفش يتعامل معاها بتبدأ بقى ايه تتجمع في قلب الامعاء الايه الغليظة، لحد ما الامعاء الغليظه تغلظ على الاخر، ولما تغلظ على الاخر تبدا سيادتك بقى ايه تحس ان انت خلاص بقى القنابل عماله تطلع والروائح الجميله عماله تنتشر حواليك في كل مكان، وتبدا بقى عايز تنطلق عشان ايه بقى تغرق الدنيا وتمتعنا بالايه بالاصوات الجميله داخل الايه داخل القعده المتينه، فتبقى عايز تروح تعمل ايه حمام. فالفضلات بقى اللي نزلت ديت عارفها انت طبعا، الفضلات دي فضلات اللي نزلت ذات الروائح الكريهه ديت، ها، ولا لونها يقترب من لون المانجا، واخد بالك، ايس كريم، ها، الفضلات دي كلها عباره عن ايه؟ عباره عن اجزاء ما تمش هضمها، ما تمش ايه؟ هضمها. فدي ما نقولش عليها مواد اخراجيه، دي نسميها فضلات. ليه؟ لانها ما اتكونتش داخل الخليه، ما اتكونتش داخل ايه؟ ده هي عدت، مجرد انها عدت من فتحه البق وخرجت من فتحه الايه الشرج، يعني مجرد مشيت جوه الماسوره دي في قلب الجسم كده، انما ما دخلتش جوه الايه جوه الخليه، ما دخلتش جوه الايه الخليه، هي دخلت من حته وخرجت من حته تانية من غير ما تخش جوه الخليه، عدت في الماسوره دي، عدت في الايه في الماسوره. طيب اهي يا هضمها تختزن فيها الامعاء الغليظه حتى تطرد للخارج في الحمام. طبعا لا تعتبر مواد اخراجيه. ليه بقى؟ قال لك اهو لان الخلايا لم تقم بانتاجها، لان الخليه مش هي اللي انتجتها، مش هي اللي طلعتها. قول الجهاز الاخراجي، واكتب جنب ديت لماذا، جنب لا تعتبر دي لماذا، ليه لا تعتبر الفضلات مواد اخراجيه؟ لان الخليه لم تقم بانتاجها. الجهاز الإخراجي ودوره في التخلص من الفضلات الإخراجية. الجهاز الإخراجي مجموعة من الأعضاء التي تخلص المواد الإخراجية. اكتب فوق ما هو، إيه هو الجهاز الإخراجي ده؟ أهو بيخلص الجسم المواد الإخراجية اللي إحنا قلنا عليها. نتيجة عن هضم الغذاء المواد الغذائية داخل الخلايا، وتشتمل على الجلد والرئتين والكليتين. كيف يتخلص الجسم من المواد الإخراجية؟ سؤال حلو أهو، إزاي يتخلص من المواد الإخراجية ديت؟ تنتج خلايا الجسم من مواد إخراجية وتتخلص منها إلى الشعيرات الدموية القريبة منها. يحمل الدم المواد الإخراجية من الخلايا إلى أعضاء جهاز الإخراج. المواد الإخراجية ديت بتخرج من الخلايا تعدي على الشعيرات الدمويه، ومن الشعيرات الدمويه تتحمل في قلب الدم، والدم يبدا ينقلها
يودي كل جزء اللي هنتخلص منه للحتة اللي هيطلع منها، يوم يودي الأملاح الزايدة ويودي بعض جزء من الأملاح الزايدة مع بخار المية، مع جزء من المية على البخار يعني، مع ثاني أكسيد الكربون، يوديه على الرئتين، يقوم طالع عن طريق الرئتين، ويودي جزء من المية الزايدة يطلع عن طريق الجلد، والأملاح الزايدة يطلع عن طريق الجلد على يتعرق، ودي بقيه بقى السوائل التانية، بقيه الاملاح وبقيه المياه الزياده والبولين او حمض البولين، دول يبدا يوديهم للجهاز البولي، يبدا يطلعهم عن طريق الجهاز الايه؟ البول. وثاني اكسيد الكربون وبخار الماء يطرد مع هواء الزفير. في الرئتين. تمام. والاملاح الزائده والماء تطرد مع العرق عن طريق الجلد. والمواد النيتروجينيه بولين او حمض البوليك بتطرد مع البول عن طريق الكليتين. تمام. وعندك رسم اهوت وبيوريك ان ادي الخلايا موجوده صفين اهوت فوق وتحت، وفي موجود في الوسط اهوت شعيرات، ايه؟ شعيرات دمويه. الشعيرات الدمويه دي بيتم بقى انتقال الايه؟ المواد الاخراجيه ديت من خلال الشعيرات الدمويه دي للدم، وبعد كده تروح للايه؟ للشريان، والشريان يبدا او تروح على القلب، والقلب يبدا يدفعها يوديها لباقي اعضاء الجسم بتاع الاخراج. المواد الاخراجيه وصوره التخلص منها وعدوى الاخراج. اكسيد الكربون وبخار الماء. صوره التخلص منها هواء الزفير وعدوى الاخراج الرئتين. يبقى صوره التخلص منها بتخلص منها على هيئه ايه؟ هواء الزفير عضو الاخراج الرئتين. يتفق كل واحد ما هو ما هي طريقه التخلص منها او الشكل بتاع التخلص منها. عضو الاخراج ما هو عضو الاخراج، انما ديت الشكل التخلص منها، صوره التخلص منها، نتخلص منها على اي هواء زفير. ها. الاملاح الزائده والماء. صوره التخلص منها العرق وعدوى الاخراج الجلد. بتطلع عن طريق الجلد، عشان كده لو انت عرقان في يوم جامد وجيت تدوق العرق بتاعك هتلاقي طعمه مالح. هتلاقي طعمه ايه؟ او لو انت عرقان وسبت عرقك ينشف كده وبعدين جيت تحط ايدك كده وتعمل كده هتلاقي بيلزق او في حاجات بيضة عليها، او لو يوم عرقان جامد وتبص على الهدوم بعد ما تنشف تلاقي مجيره كده. الجلد ايه؟ بيبقى عباره عن الميه ببخاره الملح تنه على الايه؟ على الهدوم. اللي هو البول، وده بيخرج عن طريق الكليتين. الجهاز. تمام. جنب الموقع اكتب اين يوجد او اين يقع. أين يقع الجهاز البولي؟ في تجويف البطن. في جهة الظهر على جانب العمود الفقري. على جانبي العمود الفقري. يعني ايه الكلام ده هو؟ يعني لو احنا جبنا أي حد كده علشان خاطر نشوف عليه الجهاز البولي، الجهاز البولي والكليتين، الجهاز البولي بيقول لك بيقع في حتة، بيقع في التجويف البطني. احنا اتفقنا إن التجويف البطني هو بادئ من أول هنا أهو، المنطقة اللي تحت دي هي دي التجويف الايه؟ البطن. اما اللي فوق ده هو التجويف الايه؟ الصدر. اسم الله عليه. ده التجويف الايه؟ البطن. الكليتين بقى موجودين هنا في قلب التجويف البطن، بس موجودين فين؟ موجودين قدام هنا ولا موجودين ورا هنا؟ موجودين من يمة ورا، لان من يمة قدام هنا موجود ايه بقى؟ موجود فضلة خيرك، موجود الامعاء، وموجود الايه؟ المعدة، والامعاء الدقيقة والامعاء الغليظة، موجود البنكرياس، وموجود الطحال، وموجود الكبد. كل ده في المنطقة اللي ايه؟ تقريبا اللي قدام دي كده. تمام. الامعاء الغليظة والامعاء الدقيقة، وبعدين ينتهي بايه؟ انتوا عارفين بقى بينتهي بايه. اصحى يالا. طيب الجهاز البولي بقى بنقول ايه؟ موجود بس في التجويف البطني، بس مش من يمة الايه؟ مش من يمة الامام، من جهة الظهر، يعني من اليمة ده، من ورا، من هنا كده. عشان كده ساعات ناس تجي لها مغص كلوي فتلاقي الحتت اللي ورا دي توجعهم جامد، تلاقي المنطقه دي كده اهو من اول هنا كده في الحتت ده اهي، لان هي ورا حوالين الايه؟ حوالين ايه؟ حوالين العمود الفقري، حوالين العمود الايه؟ العمود الفقري اللي هو السلسله بتاع الظهر دي. الكليتين بقى موجودين فوق كده شويه حوالين الحته ده اهي. كل كليه عامله زي حبه الفاصوليا، زي حبه الايه؟ عامله كده اهو في الجنب هنا، واحدة تانية في الجنب هنا، دي عاملة زي المصفى. المصفى اللي بتصفي الدم من البولينة وحمض البوليك وأملاح زايدة ومية، برضه جزء من الأملاح الزايدة والمية. والبولي الكلية دي جاي لها الدم من وريد وشريان، ها؟
يتم تنقية الدم، وبعدين الحاجات اللي تتصفى بقى اللي هي البولين او حمض البوليك، الميه تبدا تنزل في ماسوره هنا صغيره اسمها الحالب. اسمها الايه؟ الحالب. ماسوره صغيره، الماسوره الصغيره تيجي هنا بقى على حته اهو اسمها المثانه. اسمها الايه؟ المثانه. دي عباره عن ايه؟ عباره عن كيس بيتملي بالميه. طبعا المصفى اللي شغاله ديت القلب عمال يضخ الدم كل شويه، وعمال يبعت الايه؟ قطرات يبعت الدم عشان يتصفى من قلب المواد الاخراجيه اللي فيه. فكل شويه ايه؟ المصفى اللي شغاله ديت عماله ايه؟ تنزل نقطه بنقطه بنقطه، والنقط دي عماله تنزل في قلب الحالب وتنزل على تحت تحوش في قلب الايه؟ في قلب المثانه. فربنا عمل المثانه دي عشان يتخزن فيها البول. مش كل ما تنزل نقطه عندك تقوم انت بقى عايز تخش الايه؟ الحمام. يبقى ان شاء الله لو ما فيش المثانه دي انت هتقعد في الحمام، هتعيش في الحمام طول الايه؟ طول اليوم. انما هو ربنا عمل الخزان ده عشان خاطر هي بتنزل نقطة بنقطة، عمالة تصفي لحد ما الخزان يبدأ ايه؟ يتملي. أول ما الخزان يبدأ يتملي في عضلة موجودة تحت في بداية الخزان ده هوت، العضلة ديت فدي بتحس لما يتملي. أول ما يتملي يبقى في ايه؟ يديك إشارة على طول إن أنت الحق. هي ايه؟ هينقط. هي ايه؟ هينقط. يوم يجري على طول ايه؟ مفرغ الايه؟ الخزان ده في قلب الحمام. وعاوز تتاكد من كده لو انت جيت، ان هو عشان تتاكد ان الخزان ده هو فعلا خزان ولا لا. لو انت ساعه ما تبقى مزنوق في الحمام لو بس اتكيت اهو كده اهو هتلاقي نفسك ايه؟ لا لو اتكيت اهو كده اهو هتلاقي نفسك ايه؟ هتلاقي نفسك صريت، تقوم لاحق على طول ايه؟ وقافل الحنفيه. ما احنا عاوزين نعمل بيان اهوت ايه؟ ونتك نشوف هيصر ولا لا. ف طبعا في يم شمال ويم ايه؟ ويم يعني في كليه اليمادي وكليه اليمادي، والكليتين الاثنين دول بينزلوا بالحليبين، والحليبين دول نازلين على المثانه، والمثانه ديت هي عباره عن كيس عضلي، عضلي يعني عضلات زي القلب كده مثلا. ليه؟ عشان خاطر هي بتتسع تتملي بالايه؟ تتملي بالميه. وعند ما تيجي انت بقى جاي تعمل حمام، الكيس العضلي ده يبدا ايه؟ ينقبض عشان يتضغط، عشان ايه؟ يتضغط جامد. لما يتضغط يقوم المايه نازله من قلب الايه؟ من قلب الفتحه بتاعتها، تنزل بقوه عشان تطلع لبره. لان لو هو مش عضلي انت هتفتح المايه تنزل، المايه تقوم نازله بسيطه، وممكن المايه تنام متخزنه جوه، يوم انت تمرض وتايه؟ وتعيا لو المايه دي تنتها جوه. فعشان كده الايه؟ المثانه تنها تنقبض 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 لحد ما تعدي كل الايه؟ كل المايه، بتعصر المثانه، بتعصرها خالص، بحيث ما يبقاش فيه مايه ايه؟ مبقاش في ميه ايه؟ مبقاش في ميه جوه. لو بقى المثانه ديت فيها مشكله، الناس عندها التهابات، عندها امراض، عندها املاح، المثانه دي بتلتهب ما بتقدرش ايه؟ تنقبض على الاخر، او هي نفسها من جوه تورم. لما تورم وتلتهب جامد يبقى المكان بتاعها من جوه بدل ما كان ياخد مثلا نص لتر، لا ياخد مثلا 5 6 سم. مجرد كل دقيقه يبقى عايز ايه؟ عايز يروح ايه؟ يروح يعمل حمام. ليه؟ لان مفيش مكان يتحوش فيه البول جوه، دوبك حته بسيطه اللي موجود. طب والباقي ايه اللي حصل له؟ اتملى بالالتهابات وبالبتاع وبالامراض. وهنشوف دلوقتي الامراض ايه اللي موجوده اللي هي بتعمل لنا المشكله دي. ها؟ ايه رأي حبيبي؟ ما هي مكونات الجهاز البولي؟ ها؟ اطلع اطلع كمل انزل. وظيفة الجهاز البولي، ها؟ يقوم الجهاز البولي البولين او حمض البوليك من الايه؟ من الدم. تمام. ما هي مكونات الجهاز البولي؟ الكليتان. اول حاجة مكونات الجهاز البولي، اول حاجة الايه؟ الكليتان والحليبان والمثانة البولية ومجرى الايه؟ ومجرى البول. قناة الموسوعة قناة لكل أفراد الأسرة، شاملة كل التخصصات. هتلاقي فيها حاجات تعليمية عن الرياضيات، لغة عربية، علوم، دراسات. هتلاقي فيها حاجات خاصة بست البيت، أكلات، أفكار في المطبخ، أفكار في البيت، أفكار في الصيانة المنزلية، كهرباء، ميكانيكا، حلقات عن الدعم النفسي، حلقات عن الإلكترونيات، النصائح والإرشادات، قرأت لك، ثقف نفسك، حاجات خاصة بالزراعة. قناة الموسوعة قناة الرأي الحر، حتى مع الحاجات اللي أنا مختلف معك فيها، أنت قول وعبر عن رأيك، وأنا ليا الحرية إن أنا
أرد على الرأي بتاعك. الاختلاف ده سنة من سنن الحياة ونعمة من نعم ربنا، ولولا الاختلاف ما كانت الحياة مشيت ولا ربنا عاوز يخلق الناس كلها صنف واحد، كان زمانه خلقهم صنف واحد. ولكن التنوع ده لحكمة ونعمة من ربنا. ما تنسناش بقى باللايك وبالشير وبالاشتراك، وقول تعليقك او رأيك اسفل الفيديو، وهتلاقي الروابط بتاع الفيديوهات بتاعتنا كلها موجودة في الصندوق بتاع الوصف. قبل ما اسيبكم وامشي احب اعرفكم ان قناة الموسوعة شاملة كل التخصصات، تعليم، هتلاقي الاولاد الفيديوهات تهمهم، فيديوهات تعليمية خاصة في مجال الرياضيات اللي بيشتكي كله منه الناس، لان الاولاد ما بتفهمش يعني بطريقة مبسطة وسهلة كده من اول مرة، عايزين مرة واثنين وثلاثة. فده تقدر تعمله بالاشتراك في القناة وتتابع فيديوهاتنا في الرياضيات. كمان بالنسبة لمادة العربي الاناشيد، الاناشيد بتحتاج ضيف كتير يعني عشان العالي يقدر يحفظ، فبرضو اشتراكك في القناة توصلك كل الفيديوهات بتاع الاناشيد عشان تقدر تحفظ ابنك وتهتم بيه. قناة الموسوعة هتلاقي فيها حاجات خاصة بالميكانيكا، هتلاقي حاجات فيها خاصة بالكهرباء، هتلاقي فيها حاجات خاصة بالزراعة، هتلاقي فيها حاجات خاصة بالمطبخ لكل ست بيت، وافكار جديدة وابتكارات. اشتراكك معانا هتلاقي نفسك يعني ايه متظبط من كل يوم، فما تحرمناش من انت تشترك عشان نقدر نستمر. اشتراكك بيدعمنا طبعا، واتمنى ان كل واحد يقول رأيه في القناة ويعبر عن رأيه بكل صراحة في الفيديوهات بغض النظر عن طبيعة الفيديو. في فيديوهات بتتكلم عن مواضيع معينة، مثلا عاملين فيديو عن النبي، ففي ناس ما بتحبش النبي، او في ناس يعني يقول لك النبي حرام، خمر اكتر من 3 ايام يبقى حرام وبيسكر وبتاع، انما هو النبيت احنا بنعمله بقالنا 20 سنة لا سكرنا ولا حصل لنا حاجة. يعني في حرية شخصية، انت عبر عن رأيك وانا ليا الحرية في الرأي بتاعي وفي ما اعتقد. وطبعا الاختلاف ده سنة الحياة، لولا الاختلاف ما كانتش الدنيا استمرت ولا الدنيا مش، لو ربنا عاوز يخلق الناس دول كلهم شبه بعضهم كان خلقهم شبه بعضهم. انما الاختلاف ده حكمة من ربنا ورحمة برضو من ربنا عشان الكون يستمر. فبغض النظر عن اعتقادك او عن رأيك، عبر عن رأيك واكتب الكلام ده في التعليق وانا هرد عليك، وانا برد بسرعة التعليقات يعني فبنستناش كتير. فياريت تدعمونا بالاشتراك وتعملنا لايك وتعملنا شير، نتمنى ان احنا نكون قناة دمها خفيف على قلبكم وما بنزهقكوش يعني. يلا سلام.